مساء الخير. بداية أخبارنا مع المغني والممثل محمد رمضان يلي تصور بدبي مع فنان إسرائيلي، ومن بعد جدل كبير صار منعته النقابة أنه يغني بمصر. وبالساعات الماضية نزل بوست على إنستا عم يعتذر ويوضح يلي صار، وقال أنه هو بدولة عربية والموقف جديد عليه، ورغم توضيحه للسيد النقيب تم إيقافه عن التمثيل بمصر. خبرنا الثاني عن حياة مرشيد يلي تم وضعها على لائحة بي بي سي لأكثر 100 امرأة تأثيراً بالعالم لعام 2020، وهي ناشطة لبنانية نسوية وإلى دور بأكثر من جمعية، وأسست جمعيتها في مايو عام 2012. ورسالتها هي رفض كل أنواع العنف يلي تمارس على المرأة، والأهم عدم تسليع أو اعتبار المرأة سلعة بأي إعلان أو بالإعلام. ألف مبروك، ونحن منكبر لما تكون هيدي الصورة يلي عم ننقلها على اللبنانيات بالخارج. خبرنا الثالث عن صورة لقيت انتشار كبير بالساعات الماضية، وهي مقسومة لقسمين، أول نص 2020 وثاني نص 2021، ومنشوف أنه الكمامتين اختصروا سنة 2020، وبسنة 2021 ضل في كمامة واحدة ورقم واحد استبدلوه بإبرة اللقاح أو الفاكسين يلي على أمل يكون الخلاص للناس بعد هالوباء. وصل تفاوت بالآراء بين الأشخاص يلي بيقولوا أنه رح يعملوه أول ما يصير متوفر، والقسم الثاني يلي خايف من أي عوارض جانبية باعتبار أنه تم تجهيزه بسرعة قياسية كسرت الوقت يلي عادة تتطلب لقاحات من هالنوع. خبر معنا عن مجزرة بيئية بحق طيور الفلامينغو بلبنان نشرتها المدافعة عن حقوق الحيوان غنى نحفاوي من صور، ويلي مثل أي طير بيختار لبنان طريق للهجرة بيكون نصيبه يوقع فخ لجهل الصيادين بظل غياب الرقابة والثقافة البيئية، نظرا لأنها طيور لا بتتاكل ولا في أي إفادة من قتلها إلا استعراض عضلات الصيادين. أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.